الفطر، الفطر في السفر رخصة من الله عز وجل، يعني تسهيل تيسير، هذا معنى الرخصة، أن الله يسر وسهل للمسافر أن يفطر. قال فهي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه، رواه مسلم. إذن هذا الحديث الذي قبله فيه أنه يجوز الفطر ويجوز الصيام في السفر، أن في الحديث الأول أنهم صاموا خرجوا إلى فتح مكة وهم صيام، وهكذا هنا أيضا قال له ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، إذن يجوز الصوم في السفر، وأيضا يجوز الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القدح بعد العصر فأفطر في رمضان. وهكذا هنا يقول في حديث حمزة هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، أن تفطر في السفر. إذن يدل على جواز الحديثان، يدل على جواز الصيام وعلى جواز الفطر في السفر، وأن الفطر رخصة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن كان على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذن يجوز الصيام ويجوز الفطر في السفر، وإذا صام فإن صيامه صحيح وصيامه مجزئ، نعم، خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم رحمه الله تعالى قال لا يجوز الصيام في السفر، وأن من صام في السفر فصيامه باطل. هذا قول، يعني ماذا، خلاف الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يجوز الفطر ويجوز الصيام، وإذا صام صيامه صحيح وأجزأه أو أجزأ عن صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكان الصحابة كما جاء عن بعضهم قال كنا نخرج أو نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعب بعضنا على بعض، لا يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب، أما قوله أولئك العصاة، أولئك العصاة، فهنا لأنه ماذا، لأنه قيل له قد شق على الناس الصيام، فهو الآن لما شق على الناس الصيام أفطر حتى يتأسوا به، فلما خالف بعضهم حكمه قال أولئك العصاة، يعني في هذه الحال المعينة لما شق عليهم الصيام تعين عليهم بعد فطر النبي صلى الله عليه وسلم تعين عليهم الإفطار، فلما لم يفطروا قال أولئك العصاة. وإلا من حيث المسألة، من حيث الصائم يجوز له أن يصوم، في المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لكن اختلف أهل العلم إيش الأفضل، هل تصوم في السفر أو تفطر. نعم، أقوال، أحسنها افعل الأيسر لك، إن كان الأيسر لك والصيام لا يشق عليك، لا يشق عليك الصيام في السفر، إنسان قوي أو كان السفر مريحا ما يشق عليك الصيام في السفر، فالأفضل أن تصوم، لأن في هذا إبراء للذمة، وأيضا تصوم رمضان أداء، تصوم رمضان أداء، وهكذا أيسر لك تصوم مع الناس، فلأجل هذا أنه إبراء للذمة، وأنك تصوم رمضان أداء، وأنك تصوم مع الناس فيكون أيسر لك وليس عليك فيه مشقة، فالأفضل إيش؟ الأفضل الصيام. ويجوز الفطر مع أن السفر مريح، مع أنه يعني ما في عليك مشقة، يجوز الفطر، يجوز الفطر، يجوز الفطر، لكن الأفضل الصيام. وإذا كان الصيام يشق عليك فالأفضل، الأفضل الفطر، إذا كان الصيام يشق عليك فخذ بالرخصة، فخذ بالرخصة، فالأفضل الرخصة. إذن أيهما أفضل، الصيام أو الفطر في السفر؟ انظر ما هو الأيسر لك، ما هو الأيسر لك وأهون الأمرين عندك فافعله. وهكذا أيضا في هذا الحديث، لا سيما الحديث الأول، حديث جابر، أنه يستحب لمن كان قدوة من العلماء أو من أهل العلم
أهل الدين أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية إما بقولهم وإما بفعلهم. فالعالم يبين للناس السنة، يبين للناس الحكم الشرعي إما بقوله يعلمهم ويذكرهم، وإما بفعله يفعل. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام بين لهم بفعله، فرفع الإناء أو رفع القدح وشرب حتى يراه الناس. لماذا يحصل التأسي؟ لما يعني الفعل فيه من يعني من حصول التأسي ما هو ربما أكبر من القول. لما يفعل أمامهم، نعم، هذا العالم أو هذا صاحب الدين، فيحصل التأسي وأيضا يرتاحون، تطمئن قلوبهم. فيعني ماذا ينبغي على العالم وعلى أهل العلم؟ أن يبين الناس الأحكام الشرعية إما بأقوالهم وإما بأفعالهم، بل قد يكون الفعل أبلغ في التأثير في الناس. الله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.